اليوم بثلاث حزيران نقدم ملخص جديد للأسواق المالية والعالمية. طبعا كالعادة كان من المفترض أن ينضم إلي اسم مهند عراقات، ولكن ندعو له بالشفاء السريع، ينضم إلينا الأسبوع القادم بإذن الله، وطبعا يوفينا بجميع البيانات الفنية خلال هذا الأسبوع. لذلك سأبدأ بصلب الموضوع وأتكلم عن أبرز ما ننتظره هذا الأسبوع قبل أن ندخل في التحليل الفني. الأسواق اليوم أو هذا الأسبوع تترقب تقرير الوظائف الشهرية في الولايات المتحدة، ويأتي هذا التقرير طبعا يوم الجمعة في 7 من يونيو. هنا أتكلم عن معدلات البطالة، أتكلم عن إضافة الاقتصاد أو عدد الوظائف المضافة في الاقتصاد، وطبعا نتكلم عن مؤشر الأجور أو الأجور في الساعة. جميعها بيانات سوف نلقي نظرة عليها في الأجندة الاقتصادية في ختام هذه الجلسة. وأيضا البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس في 6 من حزيران يكون هناك قرار الفائدة أو تصدر معدلات الفائدة على الإقراض والفائدة على الودائع، والتوقعات تأتي دون تغيير. أيضا ننتظر مؤتمر صحفي لرئيس البنك ماريو دراغي. هناك بيانات مهمة على الدولار وعلى اليورو. أيضا من المنتظر أن تغلق الأسواق والسندات في شنغهاي وهونغ كونغ يوم الجمعة بسبب عطلة في الصين. طلبات إعانة البطالة طبعا هذا الأسبوع من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع لهذه القراءة. هذه أهم ما نترقبه في البيانات الأساسية. نبدأ في التكلم عن اليورو والتحليل الفني. طبعا هناك بيانات مهمة صدرت الأسبوع الماضي، إن كانت عن الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة أو إن كانت عن مؤشر ISM كما أيضا في الولايات المتحدة، حيث الناتج المحلي الإجمالي جاء بارتفاع عند 3.1% أفضل من التوقعات، وكانت قراءة إيجابية على الدولار أعطى بعض الدفعة السلبية على اليورو. لكن اليوم لا يزال يتداول اليورو بين مستويات أو عند مستويات 1.1180 تقريبا أو ربما 75. اليوم نتوقع تداولات اليورو أن تستمر بطريقة عرضية. هناك بعض الدفعة الإيجابية في حال اخترق مستويات 1111.80، نتوقع أن يصل إلى 1112 في حال اخترقها. هذه هي يعني تداولات اليورو. أذكر أن مؤشر ثقة المستهلك في الولايات المتحدة عن الشهر الجاري جاءت منخفضة، وذلك بسبب التصعيد في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. يعني هنا أريد أن أشير إلى ملف جديد تطرق إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو أو يعني ربما قد يكون فتح جبهة جديدة لحرب تجارية بينه وبين المكسيك، وهذه طبعا في خضم الحرب التجارية بينه وبين الصين. أشار إلى أنه قد يهدد بتعرفة جمركية جديدة على سلع ومنتجات مكسيكية التي تصل إلى الكوادر في الولايات المتحدة. هذا الأمر يعني جاء أيضا ليعطي بعض التوترات السلبية على مؤشر الدولار الذي لا يرتفع فوق مستويات 98. لذلك كان هناك بعض التداولات الإيجابية على اليورو. اليوم في الجلسة نترقب يعني بعض البيانات حول مبيعات التجزئة في ألمانيا أكبر اقتصاد في المنطقة الأوروبية، والتوقعات تأتي ببعض التراجع مقابل قراءة أفضل في السنوات أو الأشهر السابقة. يعني ربما تداولات اليورو لا تزال ضعيفة. أذكر أن نهار الخميس ينتظر بيان البنك المركزي والتوقعات تأتي دون تغيير أسعار الفائدة. وأيضا تصريح لماريو دراغي قد يعطينا نبرة عن توجهات اليورو في المستقبل. فالانتقال إلى الباوند، يعني هناك دفعة سلبية على الباوند من جراء طبعا ملف الضبابية حول ملف بريكزيت، ولكن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي حاليا هي تريد الاستقالة كما نعلم، وفي 6 حزيران هو الموعد النهائي لاستقالتها من هذا الملف ومن كونها رئيسة الوزراء البريطانية. لذلك حاليا النقطة الأبرز هي من سيخلفها لتيريزا ماي، وهل سيكون خليفها يقدر يعني يكون قادر للتوصل لاتفاق بشأن ملف بريكزيت، يكسر مستويات 1126 ويتداول عن مستويات 1125 كمستويات دعم مهمة اليوم أمام تداولات الباوند. في حال كسرها قد يصل إلى مستويات 1125 للباوند حاليا في
التحليل الفني، انتقال إلى الذهب الذي تداول بعض الشيء بطريقة يعني إيجابية. اليوم اخترق مستويات 1294، نتوقع أن يصل إلى 99، اختراقها قد يصل إلى مستويات 1300 لتداولات الذهب. طبعا الذهب هو الملاذ الآمن بسبب الحرب التجارية المتوقعة في المنطقة، خصوصا مع تصعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نتوقع أن يكون هناك بعض التداولات الإيجابية على الذهب لأنه الملاذ الآمن، وجميع المستثمرين يقومون بشراء الذهب في حال كانت هناك أزمات وحروب تجارية. أيضا أذكر أن ترامب كما أشرت يريد أن يضع تعرفة 5% على البضائع المكسيكية ابتداء من 10 من هذا الشهر، وأيضا هذا الأمر يعني يعطي بعض التداولات المتفاوتة أو الضبابية بشأن ملف الصين والولايات المتحدة، والآن الصين أو الولايات المتحدة والمكسيك، لذلك التداولات الإيجابية على أسعار الذهب التي نراها اليوم. أما داو جونز في تداولاته يعني تداولات سلبية. طبعا أهم هذه التداولات جاءت على خلفية التوترات التجارية. حاليا الداو جونز يتداول عن مستويات 24939 اليوم. التوقعات ببعض السلبية على تداولات الداو جونز، ونتوقع أن يصل إلى مستويات 24755 كمستويات دعم، التي في حال كسرها نتوقع أن يستهدف مستويات 24650 نقطة للداو جونز. طبعا المستثمرين في حالة من الحذر في تداولات مؤشرات الأسهم، وذلك بسبب الضبابية والتوترات السياسية والتجارية إن كانت بين الولايات المتحدة والصين وبين الولايات المتحدة والمكسيك. مشاهدينا، في الأجندة الاقتصادية هذا الأسبوع كما أشرت هناك بيانات مهمة، نرى أن قد يكون هناك تراجع حاد في هذه القراءة، هذا يعتبر سلبي على عملة اليورو مقابل الدولار. أيضا هناك حديث لجيروم باول غدا، طبعا حديثه يأتي قبل قرار أو تقرير، قبل تقرير الوظائف نهار الجمعة. أيضا ننتظر تصويت للبرلمان في بريطانيا يعني على اتفاقية تريزا ماي التي وضعتها أمام المجلس، وقالت أنها اتفاقية أكثر صرامة من التي قبلها، ولكن لنرى ما إن كان سيتم تمريرها أم لا، طبعا بعد عدم اليقين بشأن هذا الملف وأيضا استقالة رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي. نهار الأربعاء ننتظر مبيعات التجزئة في المنطقة الأوروبية، أيضا كما نرى التوقعات ببعض التراجع والتراجع الحاد على هذه القراءة. أيضا طبعا ننتظر تقرير الوظائف في القطاع الخاص الغير الزراعي، والتوقعات بإضافة يعني عدد من الوظائف أقل من القراءة السابقة. هذه أول البيانات للوظائف قبل أن نشهد التقرير الكامل نهار الجمعة، حيث متوسط الأجور في الساعة نتوقع أن تأتي بقراءة إيجابية، هذا أمر إيجابي. أيضا معدلات البطالة نتوقع أن تأتي دون تغيير، وأيضا تقرير الوظائف في القطاع الخاص نتوقع أن يكون هناك إضافة لعدد أقل من الوظائف في القطاع الخاص، هذا قد يكون بعض الدفعة السلبية، لكن متوسط الأجور ومعدل البطالة دون تغيير، قد يكون هناك استقرار لمؤشر الدولار. أما نهار الخميس فننتظر قرار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي على اليورو، وأيضا مؤتمر صحفي للبنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي سيتكلم عن الساعة 3:30. يعني هناك بيانات مهمة، أيضا هناك خطاب لمارك كارني سيتكلم نهار الخميس في مطلع الجلسة عند الساعة 2:00. يعني هناك بيانات مهمة هذا الأسبوع، وملف الحرب التجارية التي ليس فقط الصين والولايات المتحدة، بينما يمتد إلى الولايات المتحدة والمكسيك. لذلك نترقب هذا الأسبوع الملفات المهمة، إن كانت بالحرب التجارية، تقرير الوظائف في الولايات المتحدة، أو قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي الأوروبي، وطبعا التصويت للبرلمان. هناك تقريبا 4 ملفات مهمة جدا يجب متابعتها هذا الأسبوع. أشكركم جزيلا للمتابعة، وأدعوكم طبعا لزيارة موقعنا، وأيضا نرسلكم جميع البيانات الفنية كل يوم في مطلع الجلسة الأوروبية. كان معكم ريم أبو الحسن، ألقاكم غدا، إلى اللقاء.